بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم النهاردة مع بعض ازاي نعمل ورقة الشجر دي. ورقة سهلة جدا وواحدة مهمة من وحدات الكروشيه الايرلندي. انا هنا دي عاملاها بخيط اكريليك، خيط سميك شوية، ودي بخيط قطن، خيط رفيع. انا هعملها معاكم بخيط سميك شوية علشان الشغل يبقى باين. احنا هنبدأ بدايرة سحرية وهنعمل فيها 12 غرزة حشو. هرتفع الاول سلسلة وهعمل داخل الحلقة 12 حشو. 12 حشو. هقفل الحلقة بتاعتي كويس او الدائرة بتاعتي كويس، وهعمل منزلقة في اول حشو كان في السطر. تمام. طيب هرتفع سلسلة وفي اول حشو هدخل في الحلقة الخلفية بتاعتي وهسحب الخيط. انا دخلت في الحلقة الخلفية من غرزة الحشو وسحبت الخيط بتاعي، هسيبه على الابرة وهدخل عادي جدا من تحت غرزة الحشو رقم 2، من تحت الخيطين 2، وهسحب الخيط بتاعي. ده اول سطر. هسحب خيطي من خيطين من على الابرة، باقي عندي 2 هسحبهم. تمام. طيب هنلاحظ هنا ان في حلقات خلفية اتكونت من الغرزتين دولت. دي اول واحدة ودي تاني واحدة. بإبرتي هدخل في اول واحدة واسحب الخيط، اول حلقة وهسحب الخيط بتاعي، هسيبه على الابرة وادخل في التانية وهسحب الخيط بتاعي. تمام. غرزة الحشو اللي انا دخلت فيها من تحتها عشان اسحب الخيط هسيبها، ماليش دعوة بيها. هدخل في ثالث حشو وهسحب الخيط بتاعي. عندي 4 خيوط على الابرة، هسحب خيطي من خيطين او من لفتين، وبعدين لفتين، بعد كده لفتين. ده كان السطر التاني. هرجع لورا وهسحب من اول حلقة الخيط بتاعي. تمام. تاني حلقة، تالت حلقة، الرابعة هتكون غرزة الحشو رقم 4، هسحب الخيط من تحتها، هسحب الخيط من خيطين او من لفتين من على الابرة، وبعدين لفتين، بعدين لفتين، بعدين لفتين. مرة تانية تكون عندي حلقات خلفية، هسحب الخيط منها، دي اول واحدة رقم 1، رقم 2، رقم 3، دي رقم 4. هدخل في الحشو اللي عليه الدور واسحب الخيط بتاعي. هسحب الخيط من لفتين من على الإبرة، وبعدين لفتين، لفتين،
لحد اخر السطر، ادخل بابرتي تاني واسحب الخيط من الحلقة الخلفية من الغرزة، اتنين تلاتة اربعة خمسة، غرزة الحشو اللي عليها الدور، وهسحب خيطي من حلقتين حلقتين من على انا محتاجة اعمل 8 صفوف او 8 سطور، 1 2 3 4 5 6، يعني بقي لي سطرين كمان. انا كده خلصت الوحدة بتاعتي، هعمل سلسلة بس للتثبيت، وهفتح خيطي وحدة سهلة جدا وبسيطة. الخيط ده انا بفنشه بظهر الشغل بالابرة او بابرة خياطة زي ما تحبوا، اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، بالتوفيق والسلام عليكم.